اللي هو ادي رامبو راح يجيب التسجيل بفلوس، راح يجيب التسجيل بتاع العربيه محل راح منه، فلقى اتنين ماسكين في بعض، فطلع يحشهم. المحل طبعا زي ما انت شايفه كده عالي، فطلع يحشهم. لما طلع يحشهم كلهم نزلوا عليه دب في الاول. لما طلع يحشهم طبعا ايه، في البرميل بنزين محطوط، ففي واحد من اللي بيتخانقوا مع بعض عبد الحميد او المندوب رجله جت في البنزين، في شركه في برميل بنزين. برميل بنزين طبعا لما وقع بقى في بنزين بره وجوه، برميل فيه خمس صفايا بنزين بره وجوه. بنته قاعده جوه بتعمل اكل على الشعله، راحت الولع راح جاي ايه هب على طول. لما هبت طبعا ايه في 20 صفايه بنزين جوه، حصل انفجار طبعا ايه. مسكت الولعه في ناس اللي هي بنته، وقعد طبعا قاعد بينقذها، فراح جاي ماسك الولعه، مسكت الولعه كلها في الكل يعني. فالانضر المندوب ومات الله يرحمه ويصبر اهله، وتاني واحد انضر بنته، وتالت واحد ادري، وفي اتنين مصابين في المستشفى، تلاته كمان مصابين، ومراته وهو مراته و كانت بتملى ميه وجاية لعب بنتها بتحضنها، فالولعه ماسكه فيها برضو رخرة وربنا يشفيها. مين الاتنين المصابين؟ المصابين حاليا في المستشفى دلوقتي مراته، مرات عبد الحميد، وهو وعشرف شكري، وفي واحد اسمه محمد قرقوش، وفي واحد كمان من عيلة الذهبي بيغير ويجي كل يوم، بيروح يغير ويجي. الناس دي كانت موجودة يعني قدام الناس المحل. دي كانت موجودة في الحريقة، الناس كانوا معدين على الاسفلت. لما حصل انفجار، الانفجار ايه؟ نطر الولعة بره، فالعالم اللي كان بره ماشي على الطريق، الولعة طلتهم، فبقى يجروا، الولعة طلتهم، فاللي انهرف الولعة أدري اللي مسكت فيه قوي، وناس بنته وولاد المندوب ما لحقتهمش، هم اللي ما لحقناهمش. طلعنا قوي على المستشفى، قادر دخل المستشفى يوم الاثنين، فبعدين المغرب على طول، بعدين المغرب بخمس دقايق كنا بنجري على الاسفلت بيهم يوم الاثنين، وبنته واشرف كله دخل المستشفى ما عدا المندوب، ما عرفناش ايه نقطر فيه من العالم، كانت كتير على الطريق. طبعا المندوب الاسعاف اللي جت شالته هي والحكومه، والمندوب قرع على كل حاجه، بيقول جاي وهو بيموت وهو بيشرب مع عرض، هاتوا لي الظابط، هاتوا لي الظابط، هاتوا لي الظابط، قرع على كل حاجه. بلال ايه؟ قال لك عبد الحميد اللي خبطني بالمطوه ولع فيا. ده مين؟ ده المندوب، خبطني بالمطوه ولع فيا. ده مين؟ ده المندوب. بالنسبه لقدر اخويا كنا بنكلمه عادي طبيعي ومفيش اي حاجه وبتاع، بعد ساعه زمن من الحريق من المستشفى، بس انا قادر اخويا راح في دنيا غير الدنيا وفي غيبوبه، وكل ما يسال الدكاتره عليه يقول لك ادعي له ادعي له ادعي له، هو ناس ادعي له ادعي له يا ناس. الناس دي مين بقى؟ الناس دي بنت عبد الحميد، بنت عبد الحميد اشعل الحريق. فوجئنا يوم الاثنين، طبعا قاعدين مع اخويا 24 ساعه، فوجئنا يوم الاثنين، ان الدكاتره بيقول اخوك مات، هو ناس الاثنين. بعد اسبوع من دخول المستشفى، بعد اسبوع من الحادثه، هم داخلين يوم الاثنين، دفننا يوم الاثنين، هم داخلين يوم الاثنين، دفننا يوم الاثنين الساعه 10 بالليل. الحادثه كانت قبل الوقفه بيوم تقريبا، قبل الوقفه بيوم، يوم الاثنين، قبل المغرب ب 10 دقائق، قبل المغرب ب 10 دقائق دي الحادثه. انا عرفت ان البنت كانت مخطوبه وكانت لسه عرفت حتى يوم الاثنين، يوم الجمعه بعد العيد، ثالث يوم العيد كان كانت خطوبتها ثالث يوم العيد يوم الجمعه كانت خطوبتها. والمصابين دلوقتي اخبارهم بقوا كويسين ولا صحيح؟ المصابين في اشرف في رجله، لا اشرف في دراعه وفي وشه، ده اشرف اللي هو مين؟ ابن عم عبد الحميد، ده اشرف. ومحمد عبد الوهاب في رجله، في رجله من تحت وفي ركبه وفي دراعته، ده محمد عبد الوهاب. والاخ ابن الذهب اللي بيغير ما اعرفش اسمه ايه كده، ده في دراعه بيغير ويروح يجي كل يوم، ومراته في ايديها وفي راسها وفي جنب وفي ظهرها. ومراته دلوقتي حاليا كل حالتها برضه وحشه، وبيقول لك الدم حالته حاله تسمم، دمها جرى حاله تسمم، فبيطلبوا لها كل يوم كيسين دم، كيس دم، كيسين دم، فاحنا بنجمع عشان تغير الدم، وقطعوا فتحوا لها ايديها عشان يمشوا شرايين الدم في صوابعها بحيث ان الدم يجري، ما يقطعوش ايديه. طلع من قوه النار والحريقه، النار يعني جابت النار جابت الدور الرابع، يعني قوه النار جابت الدور الرابع. ما هو 25 صفيه بنزين يا استاذ، تتوقع منهم ايه؟ تتوقع منهم النار تبقى مشتعله مش واطيه. ده اللي مش على السكه، ده لو ريت لي بنزين ما بيبقى مولع
علو نص متر انها مش حال بنزين بالقمه دي يعني. النار جابت الدور الرابع، جابت الدور الرابع. وحضرتك وانت معدي دلوقتي تشوف الدور الرابع عامل ازاي. ممكن اجي معاك افرد لك السردره اوريك المحل عامل ازاي.